جرير بن عبد الله البجلي كان صلى الله عليه وسلم كل ما يشوفه يبتسم، يبتسم، ودي أدب إن احنا نوزع الابتسام على الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. لما تقابل الناس يا سيدي ابتسم في وجهه، ولكن لا تبتسم تكلفا، وإنما تبسم صدقة. أنت تاخد حسنة. لو قلت لك دلوقتي كل ما واحد تقابله ادفع 1000 جنيه، انت لو عندك ملايين يخلصوا ولا مش هيخلصوا؟ هيخلصوا. طب كل ما تقابل واحد تصدق بصدقه، الصدقه احسن من 1000 جنيه؟ الصدقه احسن. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تبسمك في وجه اخيك صدقه.